الثانية من جلسات المؤتمر، ويتحدث في هذه الجلسة عدد من أصحاب المعالي والفتوى من كازاخستان وجمهورية تشاد وألبانيا والبوسنة والهرسك وأستراليا. نبدأ بفضيلة الشيخ بويور سباهيو رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام في جمهورية ألبانيا، يتفضل في 7 دقائق إن شاء الله يعرض علينا ورقته. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دور المرأة المسلمة في خدمة المجتمع عنواننا اليوم. إن المرأة المسلمة دورا حيويا في بناء وتطوير المجتمعات الإسلامية، فإلى جانب أدوارها الأساسية كأم ومربية، تسهم المرأة المسلمة في مجالات متعددة كالتعليم والصحة والاقتصاد والسياسة والأمن الخيري وغير ذلك. ومن خلال هذا البحث المقتضب أضع بين أيديكم ملامح حول الدور المتكامل للمرأة المسلمة في خدمة المجتمع من خلال أمثلة واقعية ودراسات حديثة، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجهها والفرص المتاحة لها. دور المرأة في التعليم. يعتبر التعليم من أهم المجالات التي تساهم فيها المرأة المسلمة بشكل فعال، فقد أظهرت دراسات أن التعليم المرأة له تأثير مباشر على تنمية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. فالمرأة المتعلمة تستطيع تنشئة الجيل واعي ومثقف، مما يعزز من التطور الشامل للمجتمع. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسالة التعليم منوطة بالذكر والأنثى على حد سواء، فقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أمثلة واقعية. وفي عالمنا الإسلام الواسع يمكننا أن نجد العديد من النماذج الناجحة المتميزة، ومن أولئك فاطمة بنت محمد الفهرية، المرأة المسلمة التي أسست جامعة القرويين في المغرب عام 859 هجرية، والتي تعد من أقدم الجامعات في العالم. ملالا يوسفزي، ناشطة باكستانية حائزة على جائزة النوبل للسلام لدورها في الدفاع عن حق الفتيات في التعليم. دور المرأة في الصحة. وقد كان وما زال المرأة المسلمة دورا بارزا في القطاع الصحي كطبيبة وممرضة وغير ذلك، وأن مشاركة المرأة في هذا المجال لا يعزز من مستوى الرعاية الصحية فحسب، وإنما يساهم في خلق بيئة صحية مستدامة في المجتمع. وهنا يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حيث تعكس هذه الآية أهمية التعاون في المجالات الخيرية والنفعية ومنها الصحية. أمثلة واقعية. دكتورة زينب السبكي، وهي أول طبيبة مسلمة تعمل في مجال الطب في الشرق الأوسط، وقد ولدت في مصر عام 1887 ميلاديا، وكانت رائدة في كسر الحواجز التقليدية والاجتماعية التي تعيق النساء عن دخول مجالات العمل المتخصصة مثل الطب. دور المرأة في الاقتصاد. ساهمت المرأة المسلمة ولا تزال بشكل متزايد في الاقتصاد الوطني من خلال المشاركة الفعال في سوق العمل وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، حيث أسهمت هذه الجهود بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
أمثلة واقعية لبنى عليان رائدة الأعمال السعودية والتي تعتبر واحدة من أقوى النساء في العالم في مجال الأعمال، حيث تمكنت من تحقيق نجاحات باهرة لم يتمكن من الوصول آلاف من الرجال للأعمال. دور المرأة في السياسة. تظهر المرأة المسلمة في المشهد السياسي كقاعدة ومؤثرة تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة وتطوير السياسات التي تدعم حقوق المرة، ويبرز دورها في هذا المجال من خلال تمثلها لقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، صدق الله العظيم. حيث تبرز هذه الآيات دور المرأة في الشأن العام، إضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. أمثلة واقعية. بنازير بوطو أول رئيسة الوزراء مسلمة لباكستان التي ساهمت في تحقيق العديد من الإصلاحيات الاجتماعية والسياسية. دور المرأة في العمل الخيري والمجتمع. تعد المرأة المسلمة رائدة في مجال العمل الخيري والمجتمع، حيث تساهم في دعم الفئات الأكثر حاجة وتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعمل العديد من النساء المسلمات في منظمات غير حكومية وجمعيات خيرية تسعى إلى تحسين مستوى المعيشية وتقديم الدعم اللازم للمحتاجين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، صدق رسول الله. أمثلة واقعية. زينب الغزالي ناشطة مصرية أسست جمعية السيدات المسلمات التي لعبت دورا مهما في تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية. الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ كاتبة ومفكرة إسلامية أسهمت في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي من خلال كتاباتها ومحاضراتها. التحديات والفرص تواجه المرأة اليوم ما هي وما هي المتاح لها؟ بالرغم من النجاحات الكبيرة التي حققتها المرأة المسلمة، إلا أنها ما زالت تواجه تحديات متعددة، مثل التمييز بين قدراتها وقدرات شقيقها الرجل، إضافة إلى العوائق الثقافية ونقص الفرص، مما يحد من فرصها في التعليم والعمل والمشاركة الاجتماعية. ومع ذلك فإن هناك مجالات كبيرة لتعزيز دورها من خلال التعليم والتشريعات الداعمة والبرامج التنموية التي ينبغي على المرة اختراقها بما لا يتعارض مع ثوابت ديننا الحنيف والأعراف والقوانين المحلية. ويمثل تعليم الفرصة الذهبية للمرأة المسلمة لتطوير مهاراتها وزيادتها فرصها في سوق العمل والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى التشريعات الداعمة التي تشكل رافعة تمكين المرة من تعزيز دورها وتمكينها من تحقيق طموحاتها المشروعة. ومن هنا فإن المرأة المسلمة تعتبر عنصرا أساسيا في عملية التنمية وبناء المجتمع، وإن دورها متكامل في المجالات التعليم والصحة والاقتصاد والسياسة يعكس الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها. ويتطلب التعزيز دور المرأة المسلمة في المجتمع تعاونا مشتركا بين الأفراد والمؤسسات والحكومات لضمان تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام. الخاتمة. وفي الختام، فإن المرأة المسلمة حتى تتمكن من أداء دورها الفعال وواجبها في خدمة المجتمع، فلا بد من إيجاد استراتيجية خاصة داعمة لها لتأدية دورها المنوط بها في خدمة المجتمع. ويتطلب هذا مجموعة من الخطوات التي تركز على تمكينها وتعزيزها قدراتها وإزالة العوائق التي قد تحول دون مشاركتها الفعالة. وإليكم بعض التوصيات التي قد تساهم في ذلك. أولا، تعزيز التعليم والتعليم والوعي عند المرة من خلال تقديم البرامج التعليمية ودورات التدريبية تركز على تمكين المرة المسلمة من فهم دورها وأهمية مشاركتها في المجتمع. ويمكن أن يشمل ذلك توعية بأهمية التعليم والتطوير الشخصي والمهني، كما ينبغي الاهتمام بزيادة الاستثمار في التعليم والمرة وتوفير الفرص التعليمية المتكافئة لجميع الفئات. الثانية، الدعم الاجتماعي من خلال بناء شبكات
دعم اجتماعي للمرأة مثل مجموعات النساء أو منظمات غير حكومية التي تهدف إلى تعزيز دورها المرأة في المجتمع، مما يوفر لها بيئة تشجيعية وداعمة. وثالثة، التمكين الاقتصادي، توفير فرص عمل وتدريب مهني للنساء المسلمات يمكنهن من المساهمة في الاقتصاد المحلي، سواء كان ذلك من خلال عمل والشركات أو بدء مشاريع خاصة. والرابعة، الدعم الأسري، توعية الأسر بأهمية الدعم المرة في تحقيق أهدافها والمساهمة في المجتمع، بما في ذلك تشجيع الأزواج والأسر على تقاسم الأعباء المنزلية للسماح للمرة بتحقيق توازن بين العمل والحياة الأسرية. والخامسة، توعية الدينية والتثقيف، ضرورة تعزيز الوعي بأهمية دور المرة في المجتمع من خلال الحملات التثقيفية والإعلامية، وتأكيد أن الإسلام يشجع على مساهمة المرة في المجتمع وأن لها حقوقا وواجبات يجب أن تحترم وتعزز، ويمكن استخدام قصص من تاريخ الإسلام كنماذج تلهم النساء لتحقيق دورها الفعال. والسادسة، المشاركة المجتمعية، تشجيع النساء على الانخراط في الأنشطة المجتمعية ولامة التطوع، مما يعزز شعورهن بالانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع. وفي الأخير أشكر أولا الوزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري، بارك الله فيه لدعوة الكريمة، وفي نفس الوقت أشكر رئيس الدولة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بارك الله فيكم وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الآن الكلمة لفضيلة الدكتور أنس ليفاكوفيتش، وهو نائب رئيس العلماء في جمهورية البوسنة والهرسك، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات السيدات والسادة، العلماء الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أعرب عن شكري الجزيل لوزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية وعلى رأسها معالي الوزير على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا اللقاء المبارك. وأنتهز الفرصة أن أهنئ معاليه بمناسبة تعيينه وزيرا للأوقاف، متمنيا له بدوام الصحة والتوفيق. سأحدثكم هنا عن التجربة البوسنية في تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع، وبالأخص في المشيخة الإسلامية ومؤسساتها، لأن ذلك يعكس يعني فهمنا لدور المرأة في بناء الوعي وفي بناء المجتمع. في بداية كلمتي اسمحوا لي أن أقول بضع كلمات عن وضع المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك. فالإسلام موجود في البوسنة والهرسك منذ منتصف القرن الخامس عشر، وبعد انسحاب الدولة العثمانية من البلقان تم ضم البوسنة والهرسك إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية بموجب اتفاقية مؤتمر برلين في أواخر القرن التاسع عشر. ومنذ تلك الفترة بدأت المشيخة الإسلامية ترعى قضايا المسلمين الدينية، وقد مرت المشيخة بأشكال تنظيمية وتحديات مختلفة في مختلف الظروف الاجتماعية والسياسية، ولكنها منذ ذلك الحين وحتى اليوم تعمل في مجتمع علماني أحد مسلماته الأساسية هو فصل الدولة عن المؤسسات الدينية، أي أن الدولة لا تمول أنشطة المؤسسات الدينية وموظفيها. وبعد تفكك يوغوسلافيا الاشتراكية واستقلال البوسنة والهرسك في سنة 1992، جددت المشيخة عملها في البوسنة والهرسك وفي البلدان الأخرى التي يعيش فيها المسلمون البوشناق،
واليوم يوجد في مشيختنا الإسلامية أكثر من 1600 إمام وخطيب في البوسنة والهرسك، وحوالي 200 إمام وخطيب في صربيا وكرواتيا وسلوفينيا، وحوالي 200 إمام وخطيب في المهجر أي أوروبا وأمريكا وأستراليا. والمشيخة الإسلامية تنفذ عملها ورسالتها عبر 2000 مسجد، وتتكون منظومتها التعليمية من 4 كليات إسلامية و8 مدارس ثانوية إسلامية ومدرستين ثانويتين عامتين. والمشيخة مستقلة في أداء رسالتها وتحديد أنشطتها وفي التصرف بأموالها. كما يعلمنا ديننا الحنيف، فإن الدور الأساسي للمرأة هو أن تكون أماً تربي أطفالها، لكن بالرغم من أنه ليس دوراً سهلاً على الإطلاق، فإن دورها لا ينتهي عند هذا الحد ولا ينحصر في هذا المجال. أود أن أذكر هنا معلومة تاريخية. من الناحية النظرية، فقد انتهت المناقشات الفكرية والفقهية بين التيار أي الفهم التقليدي المحافظ والفهم أو التيار الإصلاحي المنفتح عندنا حول تعليم المرأة في المدارس العامة ودورها في بناء المجتمع بوجه عام قبل 100 عام تقريبا. ورجحت كفة الإصلاحيين بقوة حججهم ووضوح أدلتهم، فأصبح هذا الاتجاه ظاهرا وسائدا في البوسنة منذ ذلك الوقت. ومن أشهر العلماء الذين دعموه بقوة فضيلة الشيخ جمال الدين تشاوشويتش، رئيس المشيخة الإسلامية في مطلع القرن العشرين، وتبناه بعده وسار على نهجه الأستاذ الشيخ حسين جوزو خريج الأزهر الشريف، ثم تلاميذه من بعده متأثرين بالمدرسة الإصلاحية الشهيرة التي أسسها وقادها جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده ورشيد رضا وغيرهم من رواد التيار الإصلاحي. وقد أكد تطور الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البوسنة والمنطقة كلها فيما بعد ضرورة هذا المسار وصحته. واليوم والحمد لله ليس هناك أي إشكاليات نظرية أو تطبيقية فيما يتعلق بتعليم المرأة في جميع المدارس والكليات الدينية منها والعامة وفي جميع التخصصات بلا تمييز، ما عدا تخصص أئمة وخطباء المساجد. لدينا مؤسسات تعليمية وتربوية تساعد الرجال والنساء على الاستعداد بشكل كاف لتأدية دور الوالدين، ولدينا اليوم أيضا الكثير من الوظائف التي تتوافق مع طبيعة المرأة، بحيث تستطيع المرأة بالإضافة إلى التزاماتها تجاه الأسرة أن تساهم في مجالات أخرى فتصبح مفيدة للمجتمع. ومن أجل تحقيق ذلك، فإن أحد الشروط الأساسية هو أن يكون لديها مستوى معينا من التعليم المطلوب لأداء هذا الدور. لذا سأعرض عليكم هنا بإيجاز الإمكانات المتاحة لتعليم وعمل المرأة المسلمة في البوسنة والهرسك. تتمتع الإناث بالمساواة التامة في حقهن في التعليم، وهن يستفدن من هذا الحق بكامل قدراتهن في المدارس الابتدائية والثانوية والكليات، فجميعهن ينهين دراستهن الابتدائية والثانوية ويلتحق جزء كبير منهن بالجامعات. ونسبة الملتحقين بالمدارس والكليات من الإناث والذكور متساوية تقريبا. بعد انتهاء من التحصيل العلمي تتمتع المرأة بفرص متساوية في الوصول إلى الوظائف في الدولة والقطاع الخاص. ورغم أن معظم الوظائف وخاصة القيادية منها إلى الرجال، لكن في بعض المجالات تكون النساء أكثر هيمنة مثل قطاع التعليم.
ولم يعد من النادر أن تتولى مرأة أعلى المناصب في الدولة. يوجد لدى المشيخة الإسلامية ثمانية مدارس ثانوية إسلامية وأربع كليات إسلامية تدرس فيها العلوم الإسلامية والتربوية، وفرص الالتحاق بهذه المؤسسات التعليمية متساوية بين البنين والبنات. ويوجد في جميع المدارس الثانوية الإسلامية فصول منفصلة للطلاب والطالبات، وتقبل تلك المدارس أعدادا متساوية من الذكور والإناث. ونظرا لأن مدارسنا الثانوية الإسلامية تقدم تعليم الإسلام بالإضافة إلى التعليم التقليدي وتطبق في الداخليات التابعة لها قواعد السلوك الإسلامي، فإن الإقبال عليها وأعداد الراغبين بالالتحاق بها يتزايد بشكل مستمر. بإمكان خريجات المدارس الثانوية والكليات الإسلامية العمل في مؤسسات المشيخة الإسلامية في الوظائف الآتية: مربيات في رياض الأطفال التابعة للمشيخة الإسلامية، مدرسات في المدارس والكليات، معلمات دين في المساجد، موظفات في مؤسسات المشيخة الإسلامية. منذ عام 2015 يوجد في المشيخة الإسلامية قسم متخصص بشؤون الزواج والأسرة، ويضم هذا القسم شعبتين، إحداهما الزواج والأسرة والثانية دعم المرأة وتعزيز مكانتها. وبهذه الأنشطة تكون المشيخة الإسلامية قد فتحت أبواب المساجد أمام النساء ودعتهن إلى الانخراط بفاعلية أكثر في أنشطة المشيخة الإسلامية، مما يمكنهن من أن يضعن لأنفسهن البرامج والمحتويات التي يحتاجن إليها. فجميع الأنشطة يتم تصميمها وتنفيذها من قبل النساء. وقد لاحظنا أن استجابة النساء لهذه الأنشطة أفضل الآن مما كانت عليه عندما كان ينظمها أئمة المساجد. إننا ننوه بأن معظم هذه الأنشطة تقوم بها النساء على أساس تطوعي. ومن أجرينا قبل تقريبا عدة أشهر إحصائية عن نسب توظيف النساء في مؤسسات المشيخة الإسلامية، والإحصائية أظهرت لنا النتائج التالية: بالنسبة لمعلم التربية الإسلامية في المدارس الحكومية والابتدائية والثانوية 53% من النساء. مدرسون في المدارس الثانوية الإسلامية 56% النساء و 44% الرجال. مدرسون في كليات المشيخة الإسلامية 39% النساء. موظفون في مؤسسات وهيئات المشيخة الإسلامية 37% من النساء و 63% من الرجال. ومن هذه الإحصائية تظهر لنا بشكل واضح مساهمة المرأة الفعالة في عمل المشيخة الإسلامية وأنشطتها المتنوعة. نعم، ما زال هناك نقص فيما يتعلق بتقلد المناصب القيادية في مؤسسات الدولة وفي مؤسسات المشيخة الإسلامية وجهازها الإداري من قبل النساء، وسنعمل إن شاء الله لأجل درء هذا النقص وتصحيح الوضع. علينا جميعا أن نزن الأمور بموازين القسط وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ونأخذ كذلك الوقت في الاعتبار التداعيات الإيجابية والسلبية لكل قول وعمل في هذا المجال، كي لا نلقي أنفسنا بأيدينا إلى التهلكة بالإفراط أو التفريط في حق الرجل والمرأة على السواء فيما يتعلق
بدورها أو بدورهما في الحياة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك فضيلة الشيخ على هذه المشاركة الطيبة. وكما أسلفنا، فضيلة الشيخ هو نائب رئيس العلماء في البوسنة والهرسك. وحقيقة إخواني الكرام، ليس هناك من أكرم المرأة ووصى بها مثل سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. وعادة الإنسان إذا كان مودعا وسينتقل إلى الدار الآخرة وإلى الرفيق الأعلى، فإنه لا يوصي إلا بالهام، ولا يوصي إلا بالشيء العظيم، لأنه مغادر مرتحل سيذهب إلى الله، فهو سيركز على الأشياء الجوهرية الهامة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، الجموع بين يديه وهو يوصيهم وهو مغادر، ونبههم وقال لهم هذا آخر لقاء، ثم أوصاهم فقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. هذا كلام الصادق المصدوق. الوصية زمنها هام، فالإنسان وهو يغادر الدنيا لا يوصي إلا بشيء ثمين، ولا يؤكد إلا على شيء جليل. والموصي نفسه هو من؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ويخبرنا عليه الصلاة والسلام أن المرأة شقيقة الرجل، يعني مشتقة من الرجل، فهي نصف الرجل، جزء من الرجل، هما كيان واحد، نظيرة الرجل. النساء شقائق الرجال كما يقول صلى الله عليه وسلم. إسلامنا عظيم، ونبينا عظيم، ورسالتنا عظيمة، وأعطت مكانة للمرأة لأنها عظيمة. ولسنا بحاجة إلى أن نلتفت يمينا ولا يسارا، وإلى شرق ولا إلى غرب، لأن الكمال والجلال وكل خير أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى به القرآن، وقال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء. تحدث القرآن عن المرأة وأفاض، ونبه إلى دورها، وفصل وأجمل. ولا يمكن أن تستقيم الحياة، ولا تمشي الحياة، ولا يسير الكون إلا بوجود المرأة. لا يمكن أن يستقيم الكون بالرجل وحده ولا بالمرأة وحده، لا بد من الرجل ولا بد من المرأة، وللمرأة عمل وللرجل عمل، وبها تعمر الحياة ويستقيم الكون. أترك الكلمة لأخي فضيلة الشيخ الدكتور يحيى صافي رئيس المجلس الفقهي باستراليا، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد،
مؤتمر يلفت النظر إلى قضية كثر الجدل فيها، وهي قضية المرأة في نهضة المجتمع وفي بناء الوعي، وأن الغرب اتهم الإسلام بأنه لا يعطي المرأة حقها، وقام المسلمون وعلماء الإسلام بكل جهد مبارك في سبيل إظهار عظمة الإسلام في تكريم المرأة وإظهار دورها الأساسي في الكتاب والسنة وفي واقع الأمة منذ بدء الوحي وحتى قيام الساعة. فأول من آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة، وأول شهيدة في الإسلام سمية. واليوم نتكلم عن دور المرأة في بناء الوعي، كيف تصل المرأة إلى تحقيق هذا الدور. الحقيقة الحلقة المفقودة تتعلق بالمرأة ذاتها، أي بثقتها بنفسها بأنها ليست رقما ثانيا، وإنما قد تكون رقما أولا. ولذلك قال تعالى عن سيدتنا مريم عليها السلام: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الثقة. سئلت مرة من قبل الإعلام الأسترالي، كان عندنا مؤتمر هناك، هل يمنع الإسلام المرأة من العمل ومن غير ذلك؟ فكان الجواب: الإسلام لا يمنع، المشكلة ليست في الإسلام، المشكلة أن المرأة التي تثق بذاتها وتسعى بقدراتها لتصل لأعلى ما يمكن في حياتها هو ما نحتاجه. فإذا القضية ثقة، قضية ثقة، ثقة بأنك امرأة يمكن أن تحققي ما لا يحققه الرجل. والله كفى أن الله تعالى أعطى المرأة عاطفة تستطيع من خلالها أن تفعل أي عمل بحماس. هذه عاطفة الرجل ينقصه أحيانا الحماس في قضية. لذلك ترى كثيرا عندما توضع الأمور إلى النساء في بعض المجالات نجد نجاحا باهرا مختلفا، لأن العاطفة القوية جعلت في داخل المرأة حماسا لكي تصل إلى ما وصلت إليه. الثقة بالنفس للمرأة كانت مع السيدة هاجر وهي لوحدها مع ابنها إسماعيل رضيعا، وتركهما سيدنا إبراهيم عليه السلام لوحدهما في بقعة. لكن هل قالت المرأة: والله أنا امرأة ضعيفة لا أستطيع، سأبقى جالسة وهنا أنتظر الفرج؟ لا، قامت إلى جبل الصفا وتنظر وتسعى عندما انقطع الطعام، ثم ذهبت إلى المروة، ثم عادت إلى الصفا، وهكذا سبع مرات
حتى جعلها الله تعالى للناس كافة أنهم يثقون بالله عز وجل ثم بما أعطاهم من أسباب، وأنهم لا يقفون موقف العاجزين ولو كان السد أمامهم كاملا. امرأة ضعيفة مع رضيع ضعيف، أنزل الله تعالى قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثانيا، المرأة حتى تصل إلى تحقيق هذا الدور لابد أن تحمى. المرأة تتعرض لضغوطات، ونتيجة العاطفة قد لا تتحمل أحيانا. لذلك دور الرجل عندما يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله تعالى أوكل الرجل بحماية المرأة، أوكل الرجل بحماية المرأة، وبأن يعطيها قوة ودفعا، لا أن يستغل ضعفها لظلمها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، أي أجعل إثماء من يظلم هذين الإثمين ظلما عظيما يوم القيامة. حماية. لذلك لاحظ البنت: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو كهاتين يوم القيامة، وأشار إلى السبابة والوسطى. وكان حتى الرجل قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، تحتاج المرأة إلى حماية لتأدية دورها. فدور المرأة في بناء الوعي هو تأسيس امرأة تثق بنفسها ومحمية من حولها حتى تنتج في المجتمع لأقصى حد ممكن. ولهذا نجد الحجاب لماذا شرع؟ شرع لحمايتها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فلا يؤذين، فلا تتعرض المرأة للإيذاء، لأنها إذا تعرضت للإيذاء التغى دورها في المجتمع، لن تستطيع لا أن تكون معلمة، ولا أن تكون طبيبة، ولا أن تكون محامية، ولا أن تكون مهندسة، لأنها تتأذى، سترجع وتعود إلى بيتها. فجاء حجابها لكي يحميها من أهل السوء إذا خرجت من بيتها. وفي داخل بيتها أمر الرجل أن يحميها وألا يتعرض لها داخل البيت حتى تكون ذا همة قوية. فتبني من؟ إذا كانت المرأة محوية وعندها هذه القوة، أهم دور فيها أنها تؤسس لشخصية سليمة سوية من العقد النفسية. هذا أهم دور في التربية. اليوم ما مشكلة الوعي؟ لماذا لا نجد الوعي؟ الوعي المطلوب ليس سببه والله تعليم، صحيح تعليم يرشد، لكن سبحان الله رب العالمين يقول في حق نبي صلى الله عليه وسلم يبعثه ويقول: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، كيف يمكن التركيز على التعليم دون تركيز على الشخصية النفسية، تزكية تغيير النفسية هذه؟ فالمرأة بقوتها العاطفية وبسبب حمايتها لمن حولها يحمونها، تصبح هي عندها ركازة، ما عندها عقد نفسية، فلا بد أن
تنتقل هذه الشخصية السليمة لأولاد سليمين أيضا من هذه الآفات. فأساس هذه الآفات التي نراها من انحراف فكري، من تعصب، من مبالغات، من غير ذلك مما جاء النهي عنه في الإسلام، سببه عدم وجود الشخصية السليمة، لأنها تربت في بيئة معقدة، وهذه دراسات كثيرة تدل حولها. لذلك إيجاد المرأة يكون بتقوية ثقتها بنفسها وبحمايتها من الأشياء التي حولها، فتصبح عندنا امرأة ربما نعيد فيها التاريخ الذي بدأته كثير من الصحابيات، وعلى رأسهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا موضوع الوعي وموضوع المرأة مهم، لكن يجب أن يطرح بطريقة تعالج فيها البيئة التي نعيشها بحق وصدق. أقول ما سمعتم، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد في الدنيا، وأن يجعلنا الله تعالى من المقبولين في الآخرة. وأختم بشكري لفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على هذا المؤتمر وعلى هذه الدعوة الكريمة، ونسأله تعالى أن يمد جميع علماء المسلمين بما يحققون فيه نهضة الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا فضيلة الدكتور رئيس المجلس الفقهي استراليا الدكتور يحيى صافي على هذه الكلمة الطيبة المباركة. شكرا للحضور جميعا، شكرا لمصر رئيسا وحكومة وشعبا، شكرا للأستاذ الدكتور زميلنا وزير الأوقاف في مصر الحبيبة، شكرا لمصر، كل مصر أرض النيل والأزهر.